مرحبا، اهلا وسهلا فيكم. وينك يا ادم؟ سلام للجميع. وينك يا ادم؟ هون. شو بنحكي؟ سلام للجميع. يا زلمه مش مبين، اشوف انت بالبوكس. بالبوكس، ايوه هيك. اليوم هاي لقينا ادم. شوفوا شوفوا، نعمل انبوكسنج لسبعه باكجات. سبعه، نزل هاي، خلينا نسويها اخر واحده لان هاي فيري انترستينج وكبيره. سبع باكجات اليوم، خلينا نبدا فيهم واحد واحد. من وين نبدا يا ادم؟ من هون. هلا نبدا ولا بعد الفاصل؟ بعد الفاصل. بعد الفاصل. رجعنا لكم، خلينا نبدا من هدول الصغار. نبدا من الاول، يلا افتحوا هذا. اعتقد اي هاي هاي، اسحب هاي. ايوه شفت كيف ايزي هذا. يس، هذا عبارة عن هيومن رايتس، فيديوهات وشغلات أنا مهتم فيها كتير، فعملت لها أوردر أونلاين فيها السي دي، وبتحكي شوية عن الهيومن رايتس، وات آر ذا هيومن رايتس أوف هيومن بينز، يعني شغلة هيك إديوكيشنال، وأنا وآدم حنقعد نقرأها. طيب نشوف اللي بعدها. امسك قصة إذا بدك، قصة هيك. اوكي، هذا شو هذا؟ ميك اكسبرس. صح، نشوف نظارة. اتس سترو. يس، يو جست ات رايت. طبعا هاي عبارة عن ديفرنت ستروز بجبناهم. الآن كل الناس بتحكي إنه مش لازم نستخدم البلاستيك، بتعرفوا هذه مشكلة البلاستيك ستروز، مشكلة كبيرة بتروح على البيئة وبتخرب الحيوانات في البحر، صح؟ فبدنا نصير نسوي نستخدم الإيش؟ الريوزابل سترو. وهاي كلينينج، وجايين ببوكس حلو هيك اسمه ميكسبرس. نايس نايس. احنا امبارح كان عندنا بروجكت انا وادم بينتينج، صح؟ yeah. اوكي، هذه لادم عشان يستخدمها. ادم لا هيك كمان. حاول نخفف عليك الوقت، لانه زي ما وعدناكم احنا في الفيديوهات ما بنعمل كت، زي ما بتشوفوا زي ما بنسوي. سبع شغلات كبيرة حنسويها اليوم. اوكي، هذا شو هذا؟ هذا باج شرينا، حط الأشياء صغيرة. اوكي، هذا آدم شراها الباج، خلينا نشوف. يلا احكي لنا شو رأيك فيها. هذا بس حط الأشياء صغيرة إذا ما عندك جيب. جيبة؟ وين كيف تلبسها هاي؟ هيك. اوكي، نايس نايس. هذا اصغر هو اكبر. بدك تحط فيها الموبايل؟ بتقدر تحط الموبايل. خلينا نشوف. حط الموبايل. فيها اثنين. اشوف. حط الموبايل. اوكي، تقدر، واصغر كمان. يعني كبيرة. كويس، تقدر تحط المصاري تبعتك هون لما يصير معك مصاري. اوكي، هاي الثانية، يلا الثالث. لا هاي افتحها يا فلوس. يس، بدنا نحطها هون. هذا ابل سايدر فينيجر. يس، ابل سايدر فينيجر. هذا تقدر تفتحه؟ لا لازم تشيل هاي. استنى استنى استنى. اوكي، ابل سايدر. انا بحب اشرب الابل سايدر بس له ريحه قويه جدا، فسمعت انه هذا الابل سايدر فينيجر الجاميز هذا. هذا مش جاميز،
عاد انا بدي قميص، طلبت قميص. هذه هي. ما لها طعم، ما لها طعم. لا بتدخلها هيك بس، انت بدون مي صعب، انت بمي بتعرف ايش تنزل. طيب هذا ابل سايدر، هذا فيري هيلثي للقلب وللشرايين و... يلا يلا. انا فتحت اثنين مكانين، فانت بس ضايل عندك. هذا هون نينتندو كنترولر عشان الجويكونز. شوي شوي لان بدنا نعطيها هديه هاي. لا ابن عمك هاي. اوكي هذا النينتندو جوينت، يلا افتحها. في هذا تشارجرز، هذا تشارجر غريب، شوفوا يا جماعة في 2 هيد. يو اس بي سي طبعا، بس غريب 2 هيدز. ليش؟ لأنه كل واحد عشان هيك. بيجي مع الجوي كونز اثنين، شوفوا هون الجوي كونز، وبتيجي مع هذا الاشي تحطهم عشان يصيروا واحد، يصيروا واحد هيك. كول. شوفها تقلها كويسة صح؟ يا لحالها بتطفي هي؟ اوكي طيب. هذا هو عبارة عن جوي كون للنينتندو. يعني يا اخي مشكلة هاي الشغلات، بس تفتحها بطل تعرف ايش تفكرها. وهون عنا المايك. اوكي هاي شو هاي؟ هذا ميكسر ميلك فراثر، هذه خفاقة بتنشحن على اليو اس بي. كله هلا صار يشحن على اليو اس بي، بطلوا يستخدموا بطاريات عادية. ايوه هايها شكلها عن جد قوية، فيها هذه بتقدر تشحن، هاي للبيض وهاي للقهوة، هاي للقهوة وهاي اعتقد الشاحن. يس يو اس بي عادي مايكرو، يعني شكلها كويس. هاي اقوى. شوف بتقدر تسوي هيك، بتقدر تسوي واحد هيك، اثنين طبعا هيك، ثلاث هيك اقوى شيء. حلو حلو. Or you can use the massage thingy. طيب هاي حنجربها كمان ونشوف شو القصه تبعتها. اوكي افتح لنا هذيك نشوف شو هذا. هذا اخر بوكس ورجيناكو اياه، او بدنا نورجيكو اياه. وايدك واو. هذا يا جماعة امسك هاي، عبارة عن جهاز لنقرأ لكم شو معناه. اوتوماتيك مساج، بيسوي مساج للرجلين. تايم سيتنج، بتقدر تعيره على الوقت. وايرلس ريموت كنترولر، بتقدر بالوايرلس ريموت كنترول. درينج ديزاين، يعني بتقدر تنزل المي بدون ما تحمله بكل سهوله، في بربيشه له. بابل ايريشن، بابل بيعمل بابلز اذا بتحط فيه شغلات بابلز. موفينج يونيفرسال ويل، في تحت زي ما انتم شايفين ويلز هيها موجوده هون عشان تحركه عشان ما تتغلب ظهرك. وفي اكوبانكشر ستراكشر. هذا هو الجهاز. خلينا نشوف شو هو. اوكي هذا عباره عن جهاز زي ما انتم شايفين، مساج للرجلين. يس للرجلين، مساج للرجلين. بتحط فيه ميه، ممكن تحط في الميه اعشاب، تحط شغلات عشان ايش تمسج رجليك،
وبعمل لك مساج، وفي اكوا بانكشر هيك زي شغلات ما بعرف اذا انتم شايفينها هيا هون زي مش شايفين. اوكي بتقدر تحركه طبعا اذا انت بتحط له العجال هاي بتصير تتحرك. هاي الريموت كنترول هون، هذا هو الريموت كنترول وهون في برضه تقدر تتحكم فيه. وانت قاعد بالليل سهران بعمل لك مساج حلو، بعمل لك بابلز وشغلات حلوه. وهاي عشان تنزل الميه، هاي هالدرين كمان اذا عندك تنزل الميه تحطه هون تحممه اذا عندك بس بتحممها جوا ادم عليه اختراعات. هذا الجهاز يعني صراحه اعتقد انه راح يكون حلو. هاي عشان تحملها هيك واستخدامه جيد. خلينا نجربه ونقول لكم شو راينا فيه. اليوم حلقه طويله بس حلوه هيك سريعه، عملنا انبوكسنج لكم شغله؟ سبع شغلات. نراكم في الحلقات القادمه. سلام. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.